كرة أيضا تنجح في الحصول عليها. خطأ آخر وكسر إرسال. إذن إلى خارج الملعب. وخطأ آخر على اللاعب الأمريكي. تنجح الآن. كرات قوية جدا. كرة تنهيها. إلى خارج الملعب. كرات وخطأ مباشر في توقيت صعب. كرة قوية جدا. وينر شوت. كرة تنهيها الأمريكية. خطأ آخر وتخطأ. كرة قوية جدا. كرة تعيد فينوس ويليامز. إلى خارج الملعب. خطأ وتخسر.
كرة جميلة جدا. كرة قوية جدا. خارج الملعب، والمجموعة الأولى إذن تذهب إلى الإيطالية سيلفيا فارينا. هذه كرة جميلة جدا. كرة تنهيها أيضا. في الملعب خطأ آخر. ناجح الآن. شوف الأخطاء على اللاعبة الأمريكية. كرة جميلة جدا، أجمل كرة في المباراة. كرة قوية جدا، رد إرسال قوي. 5-2. وإنهاء قوي، فور هاند قوية جدا، وينر شوت. وكرة قوية أيضا، فور هاند. تخسر إرسالها. كرة قوية جدا من كرة تعيدها أيضا. كرة تصل إليها في الوقت وفعلا تخسر الشوط. هلا كرة جميلة جدا تلحق. كرة جميلة جدا. إرسال ساحق قيس لأول مرة.
أخرى. تغيير الثانية. وتنجح الأمريكية فينوس ويليام. خارج الملعب والمباراة تنهيها اللاعبة الإيطالية. أخيرا سيلفيا فارينا تكسب المباراة. فينوس ويليامز إذن تغادر من الدور الأول في بطولة دبي للسيدات.